آخر فقراتنا راح نحكي فيها عن الصيدلية المنزلية فرح، شو المفروض يكون متواجد فيها، خاصة أنه أحياناً بيكون في عنا حادثة معينة أو ألم بحاجة لإسعاف أولي، وكثير من الناس ما بيعرفوا شو لازم يكون موجود فيها والمدة الزمنية والشروط الصحية لطبعاً الصيدلية المنزلية. هالأسئلة كلها رح يجاوبنا اليوم عليها الدكتور الصيدلاني شادي الخطيب، رئيس جمعية الطب التكاملي. سعد لي صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن الأمور الطارئة، الأمور المفاجئة اللي ممكن تصيب كثير من الأمهات أو الأهالي بحالة من الهلع. رح نبدأ مع الأطفال، في حال وجود أطفال بالمنزل، شو هي الأدوية اللي بتنصح أنها تكون موجودة؟ تمام، أول شيء مهم حقيقة جدا يعني الموضوع اللي عم نحكي فيه، نحن للأسف إما بتكون صيدلياتنا بالمنزل عمرانة ببعض الأدوية اللي هي مفروض ما تكون موجودة، لأنه هي أدوية توصف من قبل طبيب عند الإصابة. مثال على ذلك الصادات الحيوية مثلا، وخاصة الأطفال، نحن ما فينا نخزن شيء صاد حيوي أو ما يسمى بمضاد التهاب خطأ بالمنزل، ما بيصير يبقى عنا فائض منه نستخدمه فيما بعد، لأنه هي كلها أدوية تحضر مدة أسبوع وتستخدم وفق وصفة الطبيب. طبعا ما يمكن استخدامه بشكل آمن، نحن عنا خافضات الحرارة مسكنات الألم هذا بالدرجة الأولى، ممكن يكون في عنا حالات، بعض الأحيان بيكون في عنا حالات إمساك، فبعض الملينات اللطيفة ممكن تكون موجودة، ممكن يكون لها دور. مضادات الإسهال طبعا، ولازم ننتبه نحن هون حالات الإسهال ما كلها بتتعامل معها بنفس الآلية. الإسهالات العرضية اللي هي بتكون إسهالات غير مترافقة غير مصحوبة مع أنتانات، ممكن استخدام مضادات الإسهال اللي هي بتوقف الإسهال وبتساعد يعني الشخص على تجاوز المشكلة. أما إذا في عنا مسحوب بإنتان، في عنا رائحة، في عنا تغير بالقوام للبراز، فهون تغير باللون، فهون المفروض الطبيب والصيدلاني هن اللي يحكموا على شو الأشياء ممكن تستخدم. بالإضافة إنه نحن موضوع السعال، طبعا السعال كمان نحن هون بننتبه على شيء، نحن ما لازم أبدا لما يبلش طفلنا بتظهر عنده أعراض ما نسميه نحن الرشح والزكام القريب، هالأعراض اللي نحن بنسميها أعراض تنفسية ممكن تظهر نتيجة طبعا فرق الطقس أو تعرض لتيار بارد أو إلى آخره، نحن هون عادة تظهر عنا مجموعة أعراض نحن مرتبطة بإنتان فيروسي. الإنتان الفيروسي هو ليس إنتان جرثومي، لا يعالج بصاد حيوي، لا يعالج إلا بتخفيف الأعراض، بمعنى خافضات حرارة، مضادات احتقان، مضادات سعال. طبعا مضادات السعال كمان هون لازم ننتبه، شربات السعال ما كلها آمنة بالمطلق، بمعنى في بعض الشربات النباتية اللي نحن فينا نستخدمها بأمان وبالبيت ممكن يتكرر استخدامها، مثلا خلاصات الزعتر، خلاصة أوراق اللبلاب لشركات متعددة موجودة بسوريا، هي ممكن نحن نستخدمها بأمان شديد جدا. الشربات الكيميائية التي تحتوي على بعض المركبات اللي لها دور مضاد تحسس واللي قد يسبب النعاس عند البعض لازم ننتبه، أو مضاد احتقان لازم ننتبه من موضوع الجرعة، بمعنى أنه في بعض الشربات تجاوز الجرعة قد يسبب تأثيرات سامة عند الأطفال. لذلك نحن ننتبه أي شيء من شربات السعال للأطفال خلينا بالخيار النباتي لما نحن عم نحكي عن حالة إسعافية في المنزل. أما لما بنكون عند الطبيب وهو بيشوف ضرورة لوجود بعض مضادات الاحتقان، مضادات تحسس المرافقة لخافضات الحرارة تمام ومسكنات الألم، فهذا الموضوع أمر آخر. الأمر الثاني، في كتير استهلاك كبير عم بيكون لمسكنات الألم خافضات الحرارة، بمعنى الباراسيتامول ليس مركب آمن على الإطلاق. يعني احنا دائما بنقول كميات المستخدمة من الدواء لازم تكون مضبوطة، بمعنى أنه أنا اليوم ما بيصير يكون في عندي اعتياد على مسكنات ألم وخافضات حرارة. وبعض السيدات للأسف عند أطفالهم عم يعطوا بعض المركبات اللي هي بتساعد على النوم، وفي بعض المركبات عم بيكون في إلها تأثيرات جانبية رغم التحسيرات الكبيرة منها دكتور. تماما، يعني نحن اليوم خلينا نكون واقعيين ودقيقين، اليوم ما في شيء من الأدوية اللي بتسبب النعاس عند الأطفال هو دواء آمن لحتى نحن نستخدمه بشكل دائم. حتى اليانسون تحت السنة ممكن يسبب لي أنا تأثيرات على الجملة العصبية، ممكن يسبب خبل عند الأطفال. يعني نحن بنقول الشمرة مثلا نوعا ما بتكون أكثر أمانا، ومن بعد 6 شهور يعني ما بيصير تحت الست شهور نستخدم أي نوع من أنواع المركبات، ممكن البابونج إذا في عنا مشكلة هضمية، مضادات تشنج بسيطة. الأمر الثاني كمان بالأشياء اللي ممكن نحن نستخدمها بالصيدلية المنزل للأطفال،
الاشياء المضاده للتشنج اللي بيكون عندهم مثلا الام بطن او بيكون في عندنا. فلذلك كمان نحن هون ننتبه، المركب الكيميائي من مضادات التشنج هو مركب يوصف بجرعات محدده. مضادات التشنج عم نحكي، نحن يكون عنده تشنج بالامعاء او بالمعده عند الاطفال، اخذوا برد، صار يتالم كذا، بيصير عنده بعض الاعراض. الامن منهم هي المركبات الطبيعيه الموجوده في البيت اللي ممكن نحن نستخدمها بالنسبه للاعمار فوق السنه. نحن عم نحكي عن كمون، اليانسون، الشمره، هي مركبات نعنع بتخفف تشنج، بتخفف اذا في عنده حاله غازات، نحن كطارد ريح مهم وبيساعد بشكل جيد. هذا ما يتعلق بالاطفال. نعم دكتور، يعني كثير من الاسئله بدنا نسالك اياها وكثير من الاخطاء الشائعه الموجوده يعني عم نشوفها من مكان وضع صيدليه المنزليه بمكان رطب احيانا عم بيؤدي ل يمكن نفسات الادويه، حتى الادويه في بعضها مثل قطرات العين اللي بتفتح وبتضل لوقت كثير كبير تمام. السعله، دواء السعله. خبرنا اليوم يمكن حتى مضادات الالتهاب او دواء الالتهاب اللي عم يؤخذ والمميعات بطريقه كثير عشوائيه كمان للكبار واللي عندهم امراض مثل السكري تمام. والضغط تمام. اليوم اي طارئ بحاجه اسعاف اول يمكن يؤدي للوفاه لا سمح الله اذا تمام. ما كان صح تمام. فخبرنا اليوم عن هي الامور اللي هي تعتبر خطوط حمراء لو انه تفاصيل بسيطه 100%. انا نحن انتقلنا من الاطفال للكبار. خلينا ننتبه على شيء، نحن اذا عم نحكي عن مساله اساسيه حضرتك ذكرتيها بالبدايه اللي هي موضوع حفظ الدواء تمام. أنا اليوم مواصفات الصيدلية المناسبة هي الصيدلية اللي نحن بدنا نحافظ على رطوبة محددة، ما تكون بقرب مصدر حراري. أغلب العالم فرح بالحمام، أي منطقة ما بدنا نكون بمكان الحمام ما بصير نحطها. ليش؟ لأنه نحن في عنا الحرارة العالية عم بيكون ورطوبة، هي نحن يعني بتخرب الأدوية. وننتبه مثل ما تفضلتي حضرتك، القطرات العينية والأذنية والأنفية ما بصير تنفتح وتستخدم بشكل مدير، العينية نهائيا يعني قولا واحدا، هي الاستخدامات مره وصفه واحده. الاذنيه والانفيه تمام، اذا كان الاستخدام مديد نوعا ما بحفظها بالبراد، ممكن فتحها واغلاقها مره ثانيه واستخدامها ضمن فتره صلاحيتها. لازم ننتبه على شيء مهم، تاريخ الصلاحيه. البعض بيقول لك انه الادويه فيها فعاله ولو انتهت صلاحيه، الحقيقه هذا الكلام ما هو غلط، ولكن المشكله الاساسيه بشروط الحفظ. والامر الثاني، في بعض المركبات الدوائيه لما بتتخرب، يعني هي شو فكرة؟ الفكرة انه المركب هو ثابت خلال فترة اللي مذكور فيها على العبوب انه من تاريخ كذا لتاريخ كذا، هي مدة صلاحية. بعد هالفترة هي ممكن تتشكل من خلاله تخربه مركبات اخرى سامة. بدي اضرب مثال بسيط، يعني مثل ما ذكرتي حضرتك موضوع مثلا مميعات دم الاسبرين. انا بكل بساطة اذا انا بشم رائحة ظرف الاسبرين وبيعطيني ريحة حمض الصفصاف، هذا بيدل على انه هذا الاسبرين تخرب. مجرد ما انا شميت ريحه الظرف وهو مغلق بلش يعطيني ريحه حمض الصفصاف، معناتها تفكك اسيتيل حمض الصفصاف الى حمض الصفصاف، وبالتالي تحررت مواد ما انا مفيده، يعني نحن عندنا مشكله فيها بطريقه الحفظ، وبالتالي نحن هذا صار غير فعال. امر اخر، في بعض الادويه بنلاحظ انه هي مغلقه بلشت تنتفخ، معناها عندي تفاعلات عم بتتم اثناء عمليه الحفظ، ما كانت شروط جيده وبالتالي هي ما عاد فينا نستخدمها. امر اخر، بعض انواع الشرابات نحفظها مثلا خارجيه بتكون ما انا مغلقه بشكل جيد، ببلش عمليه تجرسم وظهور انواع من الجراثيم نحن ما بنلاحظها، ولكن هي بتكون تخرب بالماده الفعاله وتجرسم. امر اخر، في عندي تغير مثلا بالقوام، تغير بالطعم، تغير بالرائحه، هي كلها دلالات بتدل على انه نحن صار في عندنا تخرب. هذا الكلام ممكن الانسان طبيعي يعني اللي ما عنده خبره صيدلانيه ما يقدر يعني يحصرهم، لذلك حتى ما نفوت بهذه المشكله لا نخزن الادويه، نحن فقط بنخلي الادويه الاسعافيه. بعدين في بعض الاسعافات الخاطئه، بمعنى انا اذا اجاني الم بطني وما قدرت شخصه تماما وكان هذا الالم بطني هو زايده دوديه على سبيل المثال، واخذت مسكن الم حجب عندي الالم، ممكن يصير في عندي مشكله، وقد تكون مشكله في بعض الاحيان مودية بالحياه. هون بقدر باخذ مضاد تشنج، ما باخذ مسكن الم. ليش؟ لانه انا لازم ابقى اشعر بالالم، كل ما زاد الالم فيني انا ساعتها اعرف انه عندي مشكله بالزايده الدوديه وشوف طبيب. هذا امر مهم جدا. لذلك نحن اليوم الاسعافات الاوليه ممكن نتحرك فيها هي الاسعافات البسيطه اللي لها علاقه بالسعال، ارتفاع الحرارة، طبعا غير عرضي، اذا نحن في عندنا صار في عندنا بعض انواع ارتفاع الحرارة بيكون ارتفاع شديد، لازم نشوف خاصة بظروف كورونا، وممكن احكي مع مختص رعاية صحية او شوف طبيب او شوف صيدلان حتى نعرف شو المشكلة تماما نتوجه بالشكل الصحيح.
ايضا في عندنا مشكله ثانيه نحن عاده بتصير عند كبار السن، هو تعدد انواع الادويه. يعني منفوت لعند حدا من 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 اهالينا الكبار بنلاقي مجموعه 10 او 12 نوع دواء. فهذا كيس الدواء اللي عم تحكي عنه حضرتك هو مشكله حقيقيه عند البعض. ضيع النشره الداخليه، شال الكرتونه، اعتادت على 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 عدد الادويه، شكل الظرف تغير، الظرف تغيرت الحبه، ما بعرف شو كثير بنلاقي. فبنلاقي تماما بنلاقي شو هون عندنا مشكلتين اساسيات بصير عندهم بعض الاحيان، جمع بين الادويه مع بعضها، انه نحن ناخذ كل الجرعات مع بعضها، وهذا الكلام ما انه دقيق، لانه بعض الادويه بتتداخل مع بعضها وبتفقد فعاليتها. على سبيل المثال مميعات الدم مع مثلا مركبات الاوميجا اللي هي عم ناخذها نحن لصحه الجسم وهيك، ما بيصير يتاخذوا مع بعضهم في آن مشترك. في بعض المركبات بتتاخذ قبل الطعام، بعض المركبات تاخذ بعد الطعام، ما انا يعني رفاهيه موضوع التوقيت، لا، لانه هذا قبل الطعام بمعنى انه نحن اليوم ما بياثر على المعده اولا، اثنين تاثيره بيكون افضل، هذا بعد الطعام لانه مثلا بياثر على المعده ما فيه يتاخذ قبل الوجبه الطعاميه، خافضات السكر الفمويه او خافضات السكر الحقنيه لازم ينتبه من تاريخ الاستخدام، من عدد الحبات. في كثير مرات يعني نحن بنلاحظ انه نسي اخذ الحبه ولا لا، فبيجي بيكرر لما بيكرر الحبه. هي النقاط مهم لما نحن عم نحكي عن شخص كبير بالبيت، ادويته تكون مضبوطه مع بعضها البعض، ما يتم مشاركتها مع ادويه ثانيه، ويتوضح تماما شكل الدواء، ويضلوا محافظين على نشره الدواء الداخليه مع الكرتونه لحتى ما يصير في عندنا مشكله، لانه تشابه في بعض انواع الحبوب، تشابه في خليني اقول هذا الاسماء المكتوبه باللغه الانجليزيه على 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 الظرف اللي ممكن ما يميزها المريض بالبيت. هي كل النقاط لازم ننتبه عليها، وهدول كلهم لازم ينحفظوا في مكان امن، وخاصه بالنسبه للاشخاص مرضى الضغط، السكري، المرضى القلب اللي عندهم مشاكل. احنا هون عم بتكون عندنا المشكله حقيقه. كثير مرات عم نلاقي مواضيع كارثيه العلاقه بانه اخذ دواء ودواء ثاني ما انه منتبه عليه، او نفس مثلا عنده الم مفاصل، اخذ دواء عن طبيب القلبيه اعطاه شيء لالم المفصل، راح لعند طبيب المفاصل وما قال له انه هو اخذ ادويه ثانيه، واعطاه دواء كمان مضاد للالتهاب المفاصل ومسكن الالم، صار في عنا دوائين من نفس الزمره بس مختلفين بالشكل بالاسم الى اخره، صار اخذهم، صار في عنا تآزر دوائي يمكن نوصل لجرعه سميه. الفيتامينات اجمالا نقطه كثير مهمه، لازم نعرف يعني شيء اسمه تسمم بالفيتامينات، ونحن في عنا حالات نوصل فعلا فيها لمشكله كثير كبيره بسموها الميجا دوز. خاصه بفتره زمن الكورونا دكتور، يلي العالم كلياته صار تاخذ الفيتامينات بشكل مرعب. ابسط شيء فيتامين سي ابسط شيء فيتامين سي، انت اليوم في بعض في ناس تاخذ فيتامين سي القرص بعده جرعات، نحن عم ندخل بسميه، والسميه قد تكون يعني مؤثره بشكل كثير كبير على الحياه. في ناس فيتامين د لحالهم بياخذوه، كالسيوم لحالهم بياخذوه، طب هو عنده حصيات مثلا، عنده حصيات بوليه، الماء اللي عنده كلسيه، وعنده حصيات بوليه او رمل وهو ما انه مشخص، ولحاله صار ياخذ كالسيوم، وهذا الكالسيوم عم يرجع بيساعدنا بتكوين حصيات، وبالتالي صار في عنا تآزر، صار عنا مشكله بوليه. لازم ننتبه، الفيتامينات ليست مركبات امنه لما عم نحكي عن مركب كيميائي. اما لما بتقولي لي عم باخذه مصادر طبيعيه او كمتممات غذائيه بجرعات صغيره، فهون ممكن يكون الموضوع اكثر امانا، بس من باب الصيانه وليس العلاج. نعم. كمان هون نقطه مهمه لازم ننتبه عليها، في بعض الاحيان في ناس تاخذ متممات غذائيه وبتتوقع منها اكثر من اللي ممكن تعمله. المتمم الغذائي هو عباره عن جرعات صغيره من مركبات فيتامينات ومعادن وحموض امينيه بعض الاحيان بهدف الصيانه. شو يعني صيانه؟ أنا ما قدرت آخذ اليوم وجبة فيها كالسيوم، نحن اليوم إذا بناخذ وجباتنا الطبيعية المتنوعة ما أنا بحاجة أي دواء، عم نحكي عن الأشخاص الأصحاء اللي عم ياخذوا من باب الدعم والوقاية. أما لما بيكون في عندي حالة نقص، فقر دم بنقص الحديد، عندي أعراض مشخصة لشخص عنده فقر دم بنقص الحديد، هذا بحاجة ياخذ دواء. فعرفتي كيف؟ نحن هون ننتبه على نقطة، في بعض الأشخاص بترف بحالة من هذا بياخذ فيتامينات لحاله وبجرعات كبيره مثل ما تفضلتي حضرتك كورونا، نحن في ناس زنك وفيتامين سي وبعض انواع الفيتامينات الاخرى لحالهم بالبيت اخذينه وبجرعات كبيره. طبعا. ننتبه من حاله التسمم، ننبه الجميع في عندنا حالات تسمم وبجرعات ممكن تكون بالنسبه للبعض انه عادي، نحن معودين انه بدل ما ناخذ حبه بناخذ حبتين كمسكن الم، بدل ما اخذ بدل ما اعطي ابني ملعقه شراب بعطيه اثنين او ثلاثه. خلينا ننتبه، في بعض الحالات تجاوز جرعه للشراب ممكن توفى الطفل.
اذا نحن اخذنا يعني دكتور بالنهايه دائما استشاره الطبيب بحاله الفيتامينات وباي حاله مرضيه او بحاله نقص او عوز بالفيتامينات. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا. يعطيك العافيه. شكرا لك دكتور. واكيد دائما بنقول يعني هو الدواء هو تركيب كيماوي يعني كيميائي مثل ما بيقول سام. نعم سام. فيعني لو كان في بدائل افضل كطب تكميلي يعني او اعشاب يعني ممكن يكون افضل كثير من انه ناخذ جرعه دواء بدون ما وصفه الطبيب. شكرا لوجودك معنا. شكرا.